مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه لرواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه بين نستضيف رجلا مميزا ومن زاويه رجال الاعمال الاكثر تميزا. رحبوا معي باستاذ ماهر صاحب ومؤسس هاندي تيلر فاشن ديزاين. بدايه اسعد الله اوقاتك. اهلا وسهلا فيك استاذ ماهر. في البدايه حابين نتعرف عليك اكثر ونعرف الساده المشاهدين عن بدايتك المهنيه في دوله الامارات وكيف جت لك فكره تاسيس المشروع. أنا اسمي ماهر وتار، مواليد سوريا، لبناني الجنسية وأيضا حامل جنسية سورية، بس نحن انتقلنا من سوريا من 50 سنة إلى لبنان وأسسنا أعمال واشتغلنا بتجارة الأقمشة والملابس والفاشن، وكانت أوضاعنا كتير ناجحة، بس طبعا ظروف البلاد هي غيرت الأمور. فجيت من 10 سنين على الإمارات وجيت على أساس مرحلة مؤقتة، وبعدين لقينا في أمور كتير مريحة بالبلد شجعتنا أنه نفكر باستثمارات هون. فأولا بداية اشتغلت بعدة مجالات، أوكي، على أساس أنه يمكن مرحلة مؤقتة، ولكن بعدين لقيت أنه في كتير مجالات أنه الواحد هو يستثمر لنفسه. فصرنا نستورد بضائع، وبعدين قررنا نفتح نحن اور اون بزنس، وفتحنا شركة هاندي تيلر فاشن ديزاين من بداية 2022. وهذه الشركة هي عبارة عن شركة بتفصل عدة أنواع من الملابس الرجالي والنسائي، كالبدلات، التوكسيدو والعادي، والقمصان والبناطلين، الكاجوال والرسمي، وفصل كمان اشياء نسائيه، فساتين اعراس، فساتين سهرات، وحتى بنشتغل مع شركات لحتى نعملهم يونيفورم كزي موحد. جميل. نتعامل مع كل الناس جمله ومفرق، حتى بنعمل برودكشن لكل انواع الملبوسات. اذا كان في شركات خاصه بتطلب احيانا كميات كبيره بنصنع لها تحت اسمها الخاص، وبنستورد لانه نتعامل مع مصانع برا، غير شغلنا اللي هون نحن مفصله تفصيليا انديفيديوال للاشخاص الفرديين. حتى عنا نستورد احزمه، كرافتات، بوتاي، عده اشياء تتبع المصلحه نفسها يعني. جميل استاذ ماهر. زي ما انت عارف سوق دبي سوق قوي جدا والمنافسه شرسه، حابين نعرف سر التميز عندك. دبي هي دبي بلد خدمات. طالما انت خدمتك ممتازة انت انسان ناجح، طالما تشتغل بصدق مع العالم انت انسان ناجح وبتنجح. طبعا المنافسة بتكون بالاسعار وبالنوعية وبشي بكل هالتفاصيل هيدي. انت لما بتكون عندك نوعية ممتازة، خدمة ممتازة، تتعامل بصدق مع العالم، اوكي، ما بيقدر حدا ينافسك، لانه اللي بده ينافسك بده يكون على نفس المستوى. هذا الشيء بينجح ككل البزنس، ما بقعد منافس لألك، لأنه أنت دبي بلاد كبيرة وبتستقطب كتير ناس من العالم، فهالناس هيدا بدها تتوزع. لو في بس خياط واحد حيكون صار عنده أوفرلود ما بيقدر يتحمل. لازم يكون في عدة أشخاص عندهم نفس النوعية نفس المستوى، ونحن إن شاء الله على نفس المستوى المطلوب لنقدر نلبي كل زبائننا ويكون عنا أرضاء لهم بإذن الله. طب أنا حابب أعرف أكثر عن الخدمات اللي بتميزك عن الباقي. أوكي. نحن أول شيء زي ما قلت منفصل جميع أنواع الملبوسات. الخدمة اللي عنا، في عنا زبائن كتير أوقاتهم كتير محدودة ما بيقدروا يجوا لعنا، نحن بنرسلهم خياط ماستر من عنا بياخد القياسات إذا كان بده يفصل أي شيء، حتى إذا بده يعمل تصليح alteration لأي قطعة، لأي بدلات، لأي فساتين، قمصان، كل شيء، نبعت عنا خدمة للمنازل pick up and deliver the items. يعني نحن بنسلم ونستلم. جميل. أوكي، مجرد يتصلوا فينا بيبعتوا لنا اللوكيشن، بنروح لعندهم بننفذ الخدمة وبنرجع بنوصل لهم الخدمة لعندهم. هيدي أول ميزة عنا. تاني ميزة، نحن الموظفين اللي عنا كلهم ماسترز، يعني جميل. نحن بنشتغل بإتقان، عنا دقة بالعمل وسرعة، فهذا الشيء بريح الزبون، لأنه في عندك كتير زباين بيجوا زيارة على البلد، كمان بدك تعطيهم جود فيدباك عنك، بدك أنت تكون تشتغل معهم بروفيشنال،
فنحن بنشتغل دائما ان شاء الله بطريقه مميزه جدا ليكون الزبون دائما راضي. جميل جدا استاذ مارك، رجل اعمال ناجح، حابين نعرف النظره المستقبليه لك بعد 3 سنوات من الان. نظره لي بعد 3 سنوات من الان ان شاء الله، مش حتشوفني انا قاعد هون، انا حكون جالس في المكتب عم دير ان شاء الله عده فروع باذن الله بعده امارات، وبكل اماره عده فروع. هيدي نظره مستقبليه لي، لانه الفاسيليتيز اللي مفتوحه هون والتسهيلات الموجوده هي حتخليك انك انت تكون مرتاح بالتطور تاعك، وتقدر يكون عندك افق وفيجن كتير حلو لقدام انك انت تشتغل بطريقه تتقدم يوم بعد يوم يوم بعد يوم. صحيح، اكيد بنتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله، وتكبر اكثر وتوصل ل7 امارات الله باذن الله. استاذ ماهر، احنا عايشين في بلد الامن والامان، دوله الامارات العربيه المتحده، شيوخ دوله الامارات ما قصروا، قدموا الدعم اللامتناهي والبيئه الخصبه للاستثمار والامن والامان ايضا. حابين نسمع منك رساله شكر لشيوخ دوله الامارات. والله يعني هذا الشيء الانسان بيعجز عن شكره، لانه لما الواحد يترك بلاده، وهي بلاده بتكون اعز شيء بالنسبه له، وهي بلاده هي عائلته، ليجي على بلد ثاني حيكون بحس حاله غريب. نحن من أول ما فتنا على البلد حسينا حالنا أولاد البلد، لأنه بفضل الحكام العادلين واللي هني بيعطوا حقوق الناس وبيعاملوا الغريب زي القريب، لحتى اللي الغريب ما يعتبر حاله أنه قريب. يعني بتحس حالك أنه هادي فعلا بلدك، وبتصير أنت بدك تشتغل من قلبك، وهادي بلدك الثانية، وبتتمنى أنه يكون مستقبلك ومستقبل أولادك هون، لأنه هون بتشوف أسس النجاح موجودة، والركيزة بتحسها صلبة، لأنه البلد محكومة من الناس عارفين يديروها بالعدل والإنصاف. الجميل بالبلد بدبي بالذات وبالإمارات بشكل عام، أنه أنت بتوصل على البلد تفتكر حالك غريب، وبدك تشوف شو بدك تعمل، بتحس حالك أنه كل الأمور مسهلة جنبك، والدولة داعمتك بأي خطوة أنت بتقوم فيها، طالما أنت إنسان شريف وحابب تقوم بشغل نظيف وانت تبيض وجهك مع الدولة، الدولة اساسا كلها فتحت لك المجالات انك انت تكون تشتغل بعرق جبينك وتاخذ لقمة الحلال، وبتكون انسان ناجح جدا. فادارة البلاد كونه هي ناجحة اكيد انت بتنجح بشغلك، وانت بتعرف انه دبي ما شاء الله بفضل حكامها وحسن ادارتها تقدمت على كل دول العالم. صحيح، كل دولة بالعالم لها ميزة، دبي بالذات فيها ميزات العالم كلها. فأنت لما بتكون موجود بهالمجال هيدا، أنت أكيد حتكون الإنسان الأشخاص الناجحين، لأنه عندك كل التسهيلات لتتقدم أنت بحياتك. فأنا بشكر شكر خاص وكبير لكل حكام الإمارات اللي سهل أمور الناس واستقطبوا هالعالم كله، المستثمرين لأنه هن جابوا لهم كل شيء لحتى يتقدموا بحياتهم. وأنا بهني كل شخص عايش بدبي، لأنه هذا إنسان محظوظ وصل على هالبلد الفاضلة الكريمة بفضل حكامها، وبتمنى الخير لكل الناس، وأكبر شكر لحكام الإمارات كلهم. شكرا كثير رسالتك الجميلة، وأكيد بتمنى دوم نعمة الأمن والأمان، والله يطول في أعمار شيوخ الدولة. آمين يا رب. قبل ما أختم البرنامج حابب أعرف الموقع الجغرافي. موقعنا نحن في البرشا هايتس، منطقة تيكوم، السنتر اسمه آي رايز تاور، نحن اسم المحل هاندي تايلر فاشن ديزايننج، رقم المحل G26. مشاهدينا الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. أستاذ ماهر، شكرا كثير لاستضافتك، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا لك. وهو موجود، إذا أي شخص بيحب يتواصل معنا على هاندي تايلر بيقدر يفوت على الويب سايت أو على الإنستغرام، يحط handytailor.ae وسهل التواصل معنا، كل شيء بيلزم تليفون ونحن بنكون عنده. يعطيكم العافية. شكرا لكم. مشاهدي الكرام، ولا هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.